الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا متى البشير في اصحاح 16 واصحاح 16 ده بيعتبر اصحاح مفصلي لان فيه الوقت اللي خد تلاميذه سيد المسيح وصعد إلى أعلى نقطة في فلسطين اللي هي قيصرية في لبس وابتدى يسأل تلاميذه سؤالين مهمين اللي بعدها ابتدت أحدث الاستعداد للصليب ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية في لوبوس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فقالوا قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا أن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات ده في إصحاح ستاشر علشان نتأكد أن الكلام ده مش موجه للقديس بطرس بس هو موجه إلى كل التلاميذ في إصحاح 18 في عدد 18 يقول كده الحق الحق أقول لكم بيخاطب التلاميذ كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء وأقول لكم أيضا إن اتفق إثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات لأنه حيث اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم نعمة الله الآب تكون مع جمعنا أمين بمناسبة تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسيه في يوم الاحد القادم احب ان انا اكلمكم عن احد العبارات التي وردت في مقدمه قانون الايمان لما بنقول نعظمك يا ام النور الحقيقي والمجد لك ايها المسيح بعد كده نقدم خمس صفات فخر الرسل اكليل الشهداء تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، وفران الخطايا. تحدثت معكم في مرات سابقه عن الثلاث موضوعات الاولى: فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين. فمن المناسب في هذه الليله ان يكون التامل عن ثبات الكنائس. والحقيقه احنا الاسبوع الجاي كان في عدد من الاحتفالات كثيره تبدا بتدشين الكاتدرائيه وتستمر لغايه الاحد اللي بعديه في مناسبات متعدده لكن لقينا من المناسب ان احنا نكتفي فقط بالصلوات الكنسيه ونؤجل هذه الاحتفالات لوقت اخر نظرا للظروف الموجوده معانا يوم الحد هيبقى التدشين في نظام هتكلم عليه في اخر العظه وخلال الاسبوع الجاي هيبقى فيه سيمينار الاباء الاساقفه المجمع المقدس وعايزكم تعرفوا حاجه ان السيمينار غير المجمع جلسه المجمع بتبقى دايما في فتره او نهايه فتره الخمسين دي جلسه رسميه ويؤخذ فيها قرارات ده بتاع شهر مايو او بتبقى في اوائل يونيو دي اسمها جلسه المجمع المقدس اللي بنعمله في نوفمبر ومن ايام البابا شنودة بنعمل سيمينار سيمينار يعني عمل دراسي فالاباء الاساقفه والمطرنه بنجتمع كلنا وبنقعد ويا بعض فتره بتبقى ثلاث ايام او اربع ايام حسب ظروف الوقت في كل سنه وبيبقى فيها موضوع دراسي ليس فيها قرارات طبعا بنتقابل مقابلات المحبه لكن هي بتبقى سيمينار المجمع المقدس في نوفمبر ليس له قرارات علشان الناس بتطلع اشاعات وتقول حكايات وتالف اخبار ويعني كل واحد بفرصه انه يعمل حكايه فنبقى عارفين الموضوع ده كده فدي اسمها سيمينار المجمع المقدس والهدف بتاعه هدف دراسي بنقعد كلنا بنتناقش دراسيا وبنتكلم وبنقدم محاضرات وجلسات عمل كلها على سبيل الدراسة والمعرفة وتبادل الخبرة هيبقى في كمان سيامة أباء كهنة وهيبقى في سيامة أباء أسافة وعبر الأسبوع كله لكن الاحتفالات اللي كانت تتخلل للمناسبات دهيت هي, هي اللي أجلناها في آخر الكلمة أتكلم قليلا عن برنامج يوم التدشين المجد لك يا أيها المسيح إلهنا فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصدقين ثبات الكنائس وفي الطلبات في القداس بنصلي وبنقول نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسه ويجي القديس بطرس الرسول لما اعلن هذا الايمان واعلنه باندفاع واعلنه نيابه عن كل الرسل لانه ما اعطاهمش فرصه انهم يتكلموا وقال المسيح كده انت هو المسيح ابن الله الحي فقال له وعلى انت هو انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وكلمه كنيستي المرة الوحيدة اللي جت في الإنجيل في الحتة دي الكنيسة منسوبة للمسيح ومنسوبة بالملكية زي ما أقول كتابي أو صليبي أو ألمي فهذا الشاهد شاهد هام جدا عن أن المسيح هو صاحب الكنيسة هو مالكها ولذلك بنقول ثبات الكنائس المسيح هو ثبات الكنائس اي بناء لكي ما يكون ثابتا يجب ان يكون له اساس ولا يوجد اقوى من الصخر في بيت يتبنى على الرمل يجي شويه ميه وشويه عواصف يوقعوه لكن في بيت يبنى على الصخر وهنا الصخر مش بالمعنى الحقيقي للصخر او المعنى المادي ولكن كمان بالمعنى الرمزي فالمسيح لما بيقول كده وعلى هذه الصخرة اللي هي صخرة الإيمان بالمسيح أبني كنيستي فالكنيسة مبنية على الصخر والسيد المسيح هو حجر الزاوية ليه تعبير صخر تعبير صخر الأكثر من سبب أولا دائما الصخر ملجأ الكهوف والمغائر اللي موجودة في الجبال بتبقى معموله من الصخر صخر الجبل فبتبقى ملجأ حماية ويقول كده في عبارات كثيرة يقول الرب صخرتي وحصني في سفر المزامير ويقول في عبارة تانية يا إلهي صخرة ملجئي وإلى صخرة أرفع مني تهديني فالصخر هو تعبير عن اللجوء والحماية ودايما كلمة ملجأ الواحد يلجأ إليها يلجأ إليها البائسين يلجأ إليها المستضعفين مكان يلجا له وتذكر مره قريت قصه لطيفه ان واحد كان بيشتغل شيف في بعض الفنادق فكان بيتبقى اكل كتير من اللي بيقدم وبيترمى فالراجل قعد يفكر الاكل اللي بيترمى ده خساره ده اكل صالح للاكل واكل كويس واكل ممكن يقدم فنشات عنده فكره اسمها فكره مطاعم المحبه وابتدى يعمل مطاعم في بعض البلاد موجودة في لبنان موجودة في فرنسا وبعض البلاد الأوروبية مطاعم المحبة يقدم فيها الأكل لذوي الاحتياج للفقراء والبائسين والهملس واللي لهمش مكان فيصير الملجأ حماية للبائسين والمساكين واليتامى وللصغار هو صخر المعنى الثاني في كلمه صخره الصخره تعني الصلابه والصلابه هنا معناها الحاجه التي لا تتغير الجبل جبل الصخر صخر فهنا رمز للصلابه وعلى هذه الصخره ابني كنيستي على هذه الصلابه اللي هو الايمان المستقيم كمان كلمه صخر تعني الثبات والدوام يعني لما نقول في سلسلة جبال في الحتة الفلانية هتفضل سلسلة, سلسلة جبال لما بيرسموا خرائط الجغرافيا ويوقعوا عليها سلاسل الجبال زي ما هي الجبل جبل في مكانه ويمكن احنا عندنا في مصر بنحتفل بقصة نقل جبل المقطم ودي عجوبة غير متكررة في العالم كله فيش جبل اتنقل فده حاجة استثنائية عندنا نقل جبل المقطم الصخره هي صخره الايمان كمان بنقول على السيد المسيح هو حجر الزاويه وحجر الزاويه له معنيين كانوا زمان يعملوا حجر بشكل المبنى الذي سيقام يعني مبنى مستطيل مثلا يجيب حجره حتى تبقى حاجة مستطيلة كده كأنه مكت باللغة بتاعتنا المعاصرة مكت للمبنى الكبير مش بالتفاصيل بالأبعاد بالطول والعرض والارتفاع لو مبنى مربع أو مبنى دائري يعمل حجر زي كده ويصير هو كأنه حجر الأساس بنقول نضع حجر الأساس لها معنى تاني مهم جدا لما كانوا يعملوا زمان الابواب ارشات كده ارش لما بيجوا له انحناءه كده فبيبني يحط صخره هنا وصخره هنا صخره هنا وصخره هنا يفضل طالع كده وبعدين يعمل الانحناءه دهيت لغايه ما يوصل لاخر نقطه يحط حجر في الوسط كده يزنق الكتفين يسميهم حجر الزاويه المسيح هو حجر الزاوية في بناء الكنيسة. وحجر الزاوية زي ما قلت لكم هو اللي كان بيتحط في الاساسات واحنا لغاية النهارده لما بنيجي نبني مبنى كنسي بنحط حجر الاساس وحتى في كل المشروعات في العالم تلاقي ان الشخص المسؤول يضع حجر اساس مدرسة او مستشفى او مبنى لادارة معينة. و الحجر ده لما بنقول المسيح حجر الزاويه هو يقصد بالتعبير الهندسي اللطيف ده ان المسيح هو القدوة امامنا زي ما قلت لك الحجر ده بيبقى زي نموذج للمبنى فيصير المسيح هو النموذج او القدوة وزي ما بيقول لنا القديس بطرس نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين تلاقي آه الانجيل اللي بنقرا فيه بنسميه الكتاب المقدس القداس اللي بنحضره كلمه جايه من القداسه روح القداسه الكتاب اللي فيه الصلوات الخلاجي المقدس لما بنيجي نخاطب الله نقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لما انسان بيعيش حياه الفضيله بنسميه قديس ف روح القداسة وكلمة القداسة هي اللي حضرة ويانا دايما في الكنيسة من أين يأتي ثبات الكنائس؟ منين؟ الكنيسة زي ما احنا عارفين هي جسد المسيح أو عروس المسيح أو كنيسة المسيح زي ما بيقول القديس بطرس هنا زي ما بيرد عليه السيد المسيح لكن خد بالك ان الكنيسه طبيعتها سماويه. الكنيسه حته من السماء. في جدران وفي طوب وفي زلط وفي سقف وفي باب لكن الكنيسه في طبيعتها حته من السماء. حتى في نهايه كل قداس نصلي ونقول سبح الله في جميع قدسيه صرنا في عمل القديسين وفي زمره القديسين لكن لان الكنيسه قطعه من السماء يحاربها عدو الخير باستمرار عشان يحاول يحرم الانسان من السماء ودي الحرب بتاعته عايز يحرم الانسان من السماء خالص ولما بنصلي بنقول كما في السماء كذلك على الارض شوف السماء جميلة ازاي لازم الكنيسة تبقى جميلة لازم تبقى رائعة لازم تبقى مبهرة لازم تبقى سماوية أظن في السماء مش هلاقي حتة ورقة مرمية مش كده برضو مش هلاقي في الكنيسة حاجة عليها تراب خالص فكما في السماء كذلك على الأرض يجب أن تكون الكنيسة بهذه الصورة ولما بيقول السيد المسيح على هذه الصخرة أبني كنيستي فهو صاحب البناء في العهد القديم في عبارة جميلة أوي وردت في سفر أشعياء يقول كده غنوا للكرمة المشتهاة اللي هي أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها أحرصها ليلا ونهارا ده في أشعياء 27 يعني ايه ثبات الكنائس؟ لماذا تثبت الكنيسه او كيف تثبت الكنيسه؟ او ما هي اسباب ثبات الكنائس؟ هقول لك على اربع ملامح رئيسيه. اول حاجه في ثبات الكنائس الكتاب المقدس. الكتاب والكتاب هو وثيقه الايمان المسيحي الاولى. ايماننا بنجيبه منين من الانجيل اللي عايشين فهو مصدر الايمان ومصدر العقيده ومصدر الحياه الروحيه كله في الانجيل يقولك يقول لك كده واحنا بنصلي قداس قفوا بخوف ورعده ليه لسماع الانجيل المقدس عشان كل حرف وكل كلمة لها أهميتها في حياة الإنسان أحد الخطايا الكبيرة في هذا الزمان الاستهانة بكلمة الله يسمع الكلمة من هنا وتخرج من هنا فاكرين مثل الزرع فاكرين مثل الزرع تيجي الحبوب تو على أرض الطريق يجي الطير ياخدها وانتهت الحكاية أحد الخطايا الكبيرة الاستهانة بكلمة الله ما مصدقها ويستهين بيها أهو كلام كلام حلو خلاص ومن كتر وجود الكلام في العالم كلام في كل حتة كل الناس بتتكلم كل الناس بكل الأشكال تقوم يجي الإنجيل في قصة الحاجات ده هي ولا تلتفت اليه. في حين ان الانجيل يخبرك على كل صغيره وكبيره في حياتك وحياه الكنيسه. اول حاجه في ثبات الكنائس هو الكتاب المقدس الذي يقدم لنا الايمان المستقيم ويقول لنا في رساله تيميساوس الثانيه كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. يعني كل كلمه في الانجيل بتعمل المفعول الرباعي ده التعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب ولم تأتي نبوءة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الكتاب المقدس أصفار الكتاب كلكم أظن بتحبوا الآية اللي جت في متى أربعة أربعة كلكم حافظينها بتقول إيه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله هل تعي هذه الكلمة هل الوصية دي أنت فاهمها كويس ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله هل بتاخد كل كلمه تخرج من فم الله لحياتك ولا هو بنيجي في الكنيسه نسمع كلام نسمع كلام كويس وخلاص ولا بتعيش في الوصيه ولا بتتمتع بعمق الوصيه على راي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لنا ايه الكتاب المقدس منجم لآلئ منجم يعني واحد ينزل جوه المنجم المنجم ده بيبقى تحت الارض خالص وينزلوا فيه علشان يطلعوا اي معدن نفيس مطلوب الكتاب المقدس كده منجم تدخل فيه عشان تطلع بلقالق الكتاب المقدس هو الذي يعطيك نور في الطريق وكل ما بنقرا الانجيل جوه الكنيسه وجوه بيوتنا وفي حياتنا الخاصه كل ما هذا الذي نقراه يعطيك نور في طريق حياتك نور داخلي تقدر تفهم طريقك وحياتك وبالتالي بايمانك ثابت في العهد القديم بنسمع عن شاول الملك لما خالف وصية الله شاول ده كان ملك مش كاهن راح أقدم محرقة قدم المحرقة بدل من صموئيل النبي لأن لقى أو اكتشف أو شعر أن صموئيل اتأخر عليه فراح ملكه مقدم محرقة فيقول له إيه صموئيل قد انحمقت يعني امتلأت بالحماقه لم تحفظ وصيه الرب الهك التي امرك بها لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على اسرائيل الى الابد اما الآن فمملكتك لا تقوم عشان كسر الوصيه كسر الوصيه لما بتلاقي بعض الضعفات كده اعرف ان في كسر للوصيه. اما الان فمملكتك لا تقوم قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه وامره الرب ان يتراس على شعبه على شعبه لانك لم تحفظ ما امرك به الرب، كسر الوصيه. الكتاب المقدس هو الذي يثبت الكنيسة عشان كده من الحاجات الجميلة في كنائسنا وجود درس كتاب درس كتاب مقدس اجتماع درس كتاب وأتذكر في التاريخ القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم كان يعمل اجتماع يجوا الناس يقعدوا ويقرأوا وياهم الإنجيل ويقفلوا ويروحوا ويجوا المرة الجاية يكملوا قراءة فقط وده عمل طيب وعايزك تعرف ان كلما تقرا الكتاب سواء في الكنيسه او في البيت كلما تقدس المكان وتثبته تثبت المكان فلذلك علاقه الانسان كفرد كمؤمن ثم علاقه الكنيسه كعمل المؤمنين وجسد السيد المسيح مع الكتاب المقدس هي التي تجعل الكنيسة ثابتة وأظن تفتكروا قصة القديس تيميساوس وعروسه مورا كان تذكرهم امبارح النهاردة النهاردة تذكرهم النهاردة تذكار تيميساوس الشماس وعروسه مورا ودول كانوا في شهر العسل ولما طلبوا منه اللي بيضطهدوه طلبوا منه الكتب كتب الكنسية الكتب اللي من ضمنها طبعا الكتاب وما كانتش الكتب زمان زي زماننا ده كده بالطريقة الجميلة اللي في هذا الزمان كان الزمان مخطوطات مخطوطات طلبوا فقال لهم كده هو في حد بيسلم أولاده اعتبر المخطوطات دي أو الكتب دي أولاده وطبعا كانت حاجات نادرة ومش موجودة غير في الكنائس وهكذا زوجته ردت بنفس الرد ونالوا الاستشهاد معا في يوم واحد الكنائس تثبت بعلاقتها بالكتاب المقدس بس عايزك تاخد بالك كمان ان مش الكتاب المقدس مجرد اللي قدامنا ده من الكتاب طلعت حاجات كتيرة يعني مثلا التسبحة ما هي اجزاء من الكتاب المقدس طب الاجبية اللي بنصليها ما هي اجزاء وصلوات من الكتاب المقدس طب القداس ما هو من الكتاب المقدس طب قانون الايمان هو عبارات كلها مرصوصة جنب بعضها من الكتاب المقدس اعرف كده ان علاقة الكنيسة بالكتاب المقدس والحياة فيها نتعلمه في الكنيسة نتعلم الإنجيل في الكنيسة ونمارس ما نتعلمه في حياتنا في كل مكان يقول لنا القديس بولس الرسول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح الأمر الثاني التقليد المقدس. كنيستنا كنيسة تقليدية تراديشنال وكنيسة تقليدية يعني إيه؟ يعني كنيسة تسلمت أمور بالتسليم الشفهي. الأب يعلم ابنه والابن يكبر يعلم ابنه وزي ما بنقول في الكنيسة من جيل إلى جيل. والتقاليد أبسط حاجة في التقليد تسلمناها رشم علامة الصليب. مفيش وصية في الإنجيل بتقول لنا ارشم الصليب بالطريقة دي. مفيش كده. طب اتعلمناها منين؟ تقليد مش بتلاقوا كده الأمهات والآباء يمسكوا أطفالهم الصغيرين ويبتدوا يعلموا يرشم الصليب وطبعا لأنه حاجة جديدة فالطفل الصغير أحيانا يعرفش يحرك إيديه. أحيانا يختصر الحكاية يغير في الكلمات مش كده؟ لغاية ما يكبر شوية يرشم الصليب كويس خلاص استلم رشم الصليب ولغاية النهارده إحنا بنقول يلا استلم اللحن الفلاني أو التسبحة الفلانية استلم هو ده من التقليد؟ فالتقليد هو التسليم الأمور المسلمة من يد إلى يد من جيل إلى جيل. وفي الأمور ده هيئة حاجات كتيرة. يقول لنا مثلاً القديس بولس الرسول تسلمت من الرب ما سلمته لكم. فالتقليد هو اللي حفظ لنا حاجات كي حفظ لنا الألحان. حفظ لنا الليتورجيات، حفظ لنا الفنون المتعددة اللي موجودة في الكنيسة اللي بنتعلمها زي فنون الموسيقى فنون الايقونات الفنون اليدوية مثلا شغل الصلبان الجلد اللي بنمتاز بيه في أديرتنا، تعلمنا فين ما هو جيل بيسلم جيل شغل يد وهكذا قيسوا على هذا امور كثيرة في في حياتنا بنتسلمها من جيل الى جيل وبنعيشها حتى لما تيجي تقرا كتاب بستان الرهبان يقول لك سأل أخ شيخ، أخ يعني واحد مبتدئ راح يسأل واحد شيخ كبير في الحياة الرهبانية عشان يتعلم منه الحياة ويستلمها بالتقليد المقدس بنعيش الكنيسة الثابتة بأن زي الهوية بقى معروف انت الانسان القبطي بيخش الكنيسه بيرشم الصليب بيركع قدام الهيكل بياخد بركه الستر بركه الايقونات بيشارك في الالحان بيتمتع بالايقونات بيعيش الفكر ده كله كل ده اتعلمناه احنا بالتقليد يقول كده في رساله سالونيك الثانيه اثبتوا اذا ايها الاخوه وتمسكوا بالتقليدات التي تعلمتموها سواء كان بالكلام ام برسالتنا. هي حاجه شفويه او حاجه مكتوبه تحريرا يعني. الكتاب المقدس يثبت الكنائس. التقليد المقدس يثبت الكنائس، يثبت شكل وحياه الانسان القبطي. الحاجة الثالثة الأسرار الأسرار المقدسة كنيسة تثبت إزاي هو الكنيسة عبارة عن إيه عبارة عن مكان تقام فيه الأسرار الإلهية والأسرار على شكلين شكل لا يتكرر وشكل يتكرر أسرار لا تتكرر زي المعمودية والميرون ما بيتكرروش وفي الكهنوت واسرار بتتكرر زي التوبه والاعتراف او التوبه والاعتراف وسر التناول ومسحه المرضى وايضا الزيك من خلال الاسرار ننال نعم الله وننال النعمه جوه الكنيسه عشان كده المسيح قال ابني كنيستي يعني وانت جاي داخل الكنيسه أنت داخل المكان الذي صاحبه المسيح فأنا داخل أتقابل ويا المسيح وبتقابل وياه من خلال هذه الأسرار المتعددة في الميعمودية في الميرون في الإفخارستيا وأكتر سر إحنا بنمارسه سر التناول أو سر التوبة والاعتراف وسر التناول ودي أسرار متكررة باستمرار وأنا رايح أحضر قداس ويوم القداس ده بيبقى يوم لحياة الإنسان فيه نعمة خاصة وبنتعلم حتى من خلال التقليد الجميل نحن ما نمشيش حافين مش كده برضو مش اتعلمنا كده مثلا ما نقصش دوافرنا أو شعرنا التقليدات البسيطة ده هي هي حاجة بسيطة خالص ولكن هو ده اللي بيدي كيان معنى الكنيسة هو ده لما بنقف ونرسم الصليب لما بنرفع ايدينا لما بمسك لفافه لما برتل لما بقول الحان بعيش في الكيان السماوي ده وارجع واقول لك كما في السماء كذلك على الارض زي السماء بنحاول نخلي الارض كده بنعيشها بالحياه من خلال الكنيسه والاسرار ومن خلال الأسرار التي يعمل فيها روح الله تثبت الكنيسة وتحس كده لما بتخشوا كنائس في الأديرة كنايس بقى عمرها مئات السنين تشعر كده ان الكنيسة لها رائحة خاصة وفيها قداسة خاصة اترفع فيها كم قداس وكم تسبحة وكم لحن وتقال كم مرة أبانا الذي وكم مرة أرى فيها الإنجيل كل ده يقدس المكان يقدس ونسميها مثلا كنيسة اثرية والكنيسة دي بقى عمرها عشر سنين لا عشرين سنة لا خمسين سنة وهكذا في تاريخ الكنائس الكنيسة تثبت بالكتاب المقدس بالتقليد المقدس بالأسرار المقدسة واخيرا بالرعايه المقدسه بالرعايه انكم يقول لنا كده في رساله بطرس الاولى انكم كنتم كخراف ضله ولكنكم رجعتم الان الى راعي نفوسكم واسقفها ويقصد بها الشخص المسيح واول لقب بنعطيه للمسيح او بنشوفه فيه الراعي الصالح ودايما لقب الراعي الصالح ده اللي بنقراه في انجيل يوحنا عشرة نلاقيه هذا اللقب بنستخدمه او بنستخدم فصل الانجيل في اقامه البطار في اثناء قداسات اقامه البطاركه والاساقفه والمطرنه بنصلي الانجيل ده ونقراه في القداس انا هو الراعي الصالح الرعايه وعمل الكنيسة هو عمل رعوي بالدرجة الأولى ويقول لنا كده كتاب خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها هي دي الصورة الرائعة للرعاية الراعي سواء الأب الأسقف أو الكاهن أو الشماس أو الخادم كل واحد بحسب مسؤوليته يبيعرف كل المسؤول عن كل شخص في الرعية بيعرفهم بحسب مسؤوليته بيعرفهم، لما الخادم كده يعرف كل أطفال فصله. لما الكاهن بيعرف شعبه، لما الأب الأسقف بيعرف إبرشيته بالرعاية. وعندنا في الكنيسة القبطية من العلامات الرائعة علامة الإفتقاد. ودايماً نقول كده الإفتقاد هو العمل الأول. للأب الكاهن وللأب الأسقف وللخادم افتقاد والافتقاد هو شكل من أشكال الرعاية يقول لنا كده في يوحنا عشرين اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا تغفر له ومن أمسكتم خطايا أمسكت ده من خلال عمل الرعاية ومن خلال الوصول لكل إنسان وتتويب كل أحد الصورة الجميلة دهيت في عمل الرعاية يجي القديس بولس الرسول يقول لتلميذه تيمساوس فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي المسؤولية الرعاية دي مسؤولية حتى السيد المسيح لما بيشرح لنا عن الراعي الصالح في يوحنا عشرة بيقدم جنبها الصورة السلبية اللي هو الراعي الاجير او السارق ويقدم الصوره السلبيه اللي بيحافظ على كنيستنا وبيحافظ وبيثبت الكنيسه عمل الرعايه الدائمه عمل الراعي الراعي السهران الراعي اللي واخد باله من ولاده الراعي اللي واخد وبيوفر احتياجات قطيعه احتياجات الشعب من كل ناحيه وده دور رئيسي بتقوم بيه الكنيسه وتثبت به الكنيسه مش مجرد جدران مش مجرد مبنى ده الكنيسه بعمل الرعايه اللي فيها وطبعا زي ما انتم عارفين ان اللقب اللي بنستخدمه جوه الكنيسه لمن يخدمنا بنور عليه ابونا ولقب الابوه ده في مره جايه ثانية بتكلم عن الابوه لقب ابونا ده اللقب الذي يجمعنا كنيسه دي فيها ابونا ده فابونا ده مسؤول عن القطيع ده الرعيه دي كلها وهو ده عمل الرعايه الرئيسي زي ما بنخاطب الله ونقول له ابانا الذي في السماوات بنخاطب الكاهن اللي بيخدمنا ونقول عليه ابونا وهذه الكلمه لها سحرها الخاص في الخدمة وفي الكنيسة وعمل الرعاية عمل مستمر عبر التاريخ لما بنيجي في سلسلة الباباوات لازم نقول رقم البابا البابا كيرلس 116 البابا شنودة 117 ونفضل ماشيين بالترتيب ده علشان نبين ان عمل الرعاية متصل في الكنيسة لما تقعدوا تقروا في تاريخ الكنيسة عبر عشرين قرن من الزمان قصة ممتعة قصة جميلة وجهت صعوبات لكن وجهت نجاحات وعاشت وعمل الرعاية المستمر نسمع في العصور الماضية ما كانش في بقى وسائل مواصلات وما كانش فيه آه طرق ممهدة وكان الأب البطرك أو الأب الأسقف أو الأب الكاهن يستخدم وسائل بدائية جدا عشان يوصل لكل مكان من أجل رعاية كل أحد المجد لك أيها المسيح لا هنا فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصدقين وثبات الكنائس الكنائس الثابتة بالإيمان اللي فيها واللي عايشة بهذا الإيمان عبر الزمن من من سنه لسنه ومن جيل الى جيل بمناسبه تدشين الكاتدرائيه وده حدث فريد بنعمه المسيح هيبقى يوم الحد القادم هيشترك الاباء المطرنه والاباء الاسافه كلهم وهيشترك نمو نماذج او وفود من الإبرشيات الدعاوي المفروض بتوزع من النهاردة مش هيحضر حد غير بدعوة وبنرتب ان الحضور ما يبقاش لنا احنا الكبار بس يعني بنرتب من كل إبرشية يحضر عدد من الأباء الكهنة عدد من الأرخنة أمناء الخدمة المكرسين والمكرسات ذوي الإعاقة يحضر طبعا الاب الاسف هيحضر الاطفال ابتدائي كده اعدادي كده ثانوي كده جامعه كده شباب كده شمامسه كورال كشافه مسرح كل ده هيبقى احضر نماذج يمثلوا الابرشيه احنا يهمنا ان الحضور يبقى باعداد تمثل معظم ابرشياتنا لان الحقيقه دي مناسبه فريده في تدشين دايما التدشين بنشترك فيه اتنين تلاتة اربعة من الأسقفة فده لما يشارك فيه اعضاء المجمع كله هتبقى مناسبة فريدة وبعد خمسين سنة من انشاء الكاتدرائية الحضور وده للاباء كلهم الاباء هنحضر باللبس الابيض وبالصدرة وبالعمة والكهنة باللبس الابيض والحضور هيبقى من الساعة ستة ونص الصبح علشان في لوحه تذكاريه هتبقى موجوده على باب الكاتدرائيه نزيح الستار عنها ثم ندخل ناخد صوره تذكاريه للاباء الاساقفه بعد ما التجديدات المعماريه الجميله اللي تمت في الكاتدرائيه اظن شفتوها وانتوا بتدخلوا بتشوفوها والتجديد ده داخلي وخارجي في دعوات بنعمه المسيح يكون اليوم منظم جدا في الحضور اخذ الدعوات من هنا ولها موقع هيعرفوه الاباء يعني الاولاد والبنات اللي هيحضروا بتوع مدارس الاحد في مستويات التعليم المختلفه هيبقى لهم كده حاجه يعني تميزهم زي لطيف او وشاح وفي من خلال كرت الدعوة في كرت صغير كده بياخدوا بيه هدية مخصوصة تتوزع على كل الموجودين و فيش مش هنسمح بوجود مرافقين او اطفال الشمس هيبقى معدودين العدد لا الكهنه بالمثل أه بحيث ان اليوم يكون لائق جدا الكاتدرائية وضع حجر اساسها سنة 65 الرئيس جمال عبد الناصر والبابا كرولوس وسنة 68 تم افتتاحها بحضور الامبراطور هايلا سيلاسي وعبر هذه السنوات الخمسين جرت فيها احداث كثيرة جدا من اهم الاحداث ده هي تجليس البابا شنوده تجليس ضعفنا وطبعا جنازه البابا شنوده كان فيها مع احداث كثيره والبابا كرولوس ده البابا كرولوس في الاول خالص بس كانت بقى خالص ما دفن هنا سنه اه سنة ف احتفلنا ب سنه بنحتفل بالاباء الكبار دول وتعبهم وبنشهد مناسبه طيبه جدا ولما الكنيسه تم التجديد فيها تم التجديد بكل حاجه الصوتيات والكهرباء والتكييف والاضاءه وطبعا الايقونات الكتيره والاعداد الكبيره اللي شاركت في هذا العمل و كمناسبة مفرحة لنا كلنا تحتاج إلى النظام والمشاركة فيها بحسب التعليمات اللي بتتقدم لنا لكن زي ما قلت لكم احنا كان عندنا مجموعة من الاحتفالات التانية احنا أجلناها خالص كان عندنا احتفال للاكليريكيه أجلناه واحتفال لمقاوية مدارس الأحد واحتفال للكاتدرائية نفسها عملية احتفالية تأجلت كل احتفالات ده هي تبقى في وقت آخر لكن هنركز على يوم التدشين يوم الأحد القادم بدءا بحضور الأباء من الساعة ستة ونص لكن طبعا الدخول هيبقى مسموح من الساعة خمسة الصبح كل مرة وانتم طيبين كل كاتدرائية وانتم طيبين <applause>

تراءف <ترقى> الله علينا وباركنا ويظهر رجع علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريا والأربعة وعشرين قسيس وأربعة تيامات غير المتجسدين والشاربين فيما كل الطغمات السمية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العزراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هباتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخرسوس بنوتي نوتي أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا وجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا زنوبا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة المجد الأبد أمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معك